لا مؤاخذة. اتفضل يا اخوي. لا لا مش هدخل، انا جاي بس في مأمورية كده، جاي اوصل امانة وامشي على طول. اتفضلي. دي شوية حاجات كده، ببرونة للعيل ولا مؤاخذة، شوية كوافين، شوية بامبرز وملابس، يعني انا تحت امره يعني. ما هو برضو لحمة ستيند، مش هرمي لحمي، مش لحمي برضو ولا ايه؟ ده مين اللي قال؟ ست نادية. بس لسه بدري قوي على الحاجات دي. لا بدري من عمرك، شوف انا تحت امره في اي حاجة يطلبها، دكاترة، مستشفيات، متابعة، اي حاجة تكوني عاوزاها تبلغي الست نادية، وانا رقبتي سدادة. طول عمرك صاحب واجب يا اخوي. لا مفيش داعي للشكرانية يعني، ما يعني ده واجب عليا، ولو عاوز حاجة بكلميني يعني. ماشي؟ ماشي. طيب اتفضلي، سلام. طب والنبي يا اختي، راجل عسل وطيب وحنين، قال ايه؟ جايب للواد هدوم قبل لسه ما يكون في بطنك، شفتي الحنية؟ شفتي يا اختي، قال دايت سبع عشان المخفي محسن، موكوسة. بس برضك الحناوي ميع شويه ولا ايه؟ ما يا اختي لو عايز يرجع لك يرجع لك ويخلصنا، ايه وجع الدماغ ده؟ لا يرجع لي ده ايه؟ انت اصلك ما تعرفيش الحناوي دماغه جزمه قديم، اللي يدوس له على طرف ولا يعبره. انت ناسي يا اختي الطباخ اللي كان هيموته؟ يخرب بيتك، فكرتيني بتاع البلح؟ ما هو اتخرب يا اختي. طب بقول لك يا بنت ايهاب، لو انت بجد في نيتك ترجعي له، والله العظيم انا ممكن اروح اقول له كلمتين حلوين يحننوا قلبه عليك. لا اوعي يا زيزي، انا سايباه براحته لغايه اما يهدى، ولو اني محتاجه له قوي. ما انت اصلك نمروضه، اتبطرتي على النعمه وراجل كان فله. ما انا عارفه يا اختي ان انا زفته، هتفضلي تبكتيني كل يوم والتاني؟ يا اختي ده انا لو سامي ربع الحناوي كان زمان دلوقتي ببوس التراب اللي بيمشي عليه. بس بتموتي فيه يا بنت. اقول لك ايه بقى، جوزي وابو بنتي وهو الحاجه الوحيده اللي فاضله لي في الدنيا. طب والله سامي قلبه طيب قوي وحنين، بس دماغه دي مودياه في داهيه جايبه شمال. وحشني. معلش يا اختي، ربنا بكره يهديهولك. بقول لك ايه، ما تيلا عشان نلحق نطبخ لنا حاجه ناكلها على الفطار. انت ناويه يا بنت تقومي تروحي على المطبخ تطبخي ولا ايه؟ نعم، امال هعمل ايه، هقعد؟ تكونيش كمان ناوية تصومي؟ لا كله الا الصيام ده، انا بصوم من وانا حلوة كده. لا 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 ما اقدرش افطر. طب يا اختي صومي، وانا هنزل جري دلوقتي اروح للحناوي اقول له البت هند ناوية تفطس الواد. احسن، اقل له شوفه تاني. يا لهوي على المحن، قادرة يا بت قادرة. اقعدي يلا اقعدي، خلينا نرتاح كده ونتدلع. النهارده هبعت البت ولا تجيب لنا فطرتين بالسجق عسل. يا أختي بالراحة بقى، واعملي كده كده. أيوه كده وتدلع.